السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة غادي تعجب بزاف الوليدات الصغار. حلوة كتجي هكا مغلفة بالشوكولاتة، لذيذة بزاف وهشيشة، مكوناتها جد اقتصاديين ومتوفرين في أي بلاصة وناجحة 100%. كنتمنى الوصفة ديال اليوم في إعجابكم وفرجة ممتعة. على بركة الله، بالنسبة لهاد الحلوة غادي نحتاجو هنا 3 ديال الحبات ديال البيض، يكونوا هكا كبار. إذا كان عندكم البيض صغير بزاف فاستعملوا 4. غادي نحتاجو أيضا نص كاس ديال سكر خشن أو سكر سنيدة اللي هي 75 غرام، كاس ديال دقيق أبيض اللي هي 100 غرام. غادي نحتاج أيضا واحد سكر منسم بالفانيلا، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات، 3 ديال الملاعق كبار ديال الحليب عادي، وملعقة كبيرة من النشا الذرة الممتاز. صافي، هنا بالنسبه للمكونات ديال البسكوي هما هادو. اول حاجه او اول مرحله غادي نديروها، غادي نعزلوا الصفار عن البياض ديال البيض. حاولوا انكم ما تطيحوا الصفار مع البياض، الى طحير شويه ما غاديش يطلع لنا البياض. هنا كنضيف رشه ديال الملحه، وكناخذ الطراب الكهربائي وغادي نبدا نطرب البياض ديال البيض حتى غادي يطلع ليا على شكل كيف ما كنقولوا على شكل ديال الثلج ويولي جامد. صافي، ملي كيطلع ليا البياض هذا هو الشكل ديالو، فما كيبقاش كيتحرك. غادي ندوز مباشره باش غادي نطرب الصفار، وغادي نزيد عليه هنا السكر منسم بالفانيلا وداك نص كاس ديال السكر شويه بشويه او بالتدريج حتى غادي يطلع كذلك، وغادي يفتح اللون ديالو ويتضاعف الحجم ديالو. هكا كيكون طلع لي الصفار كما كتشوفوا. غادي نضيف الحليب دوك 3 ديال الملاعق كبار. هذا الحليب هذا كيخلي الجينواز او يخلي البسكويت ديالنا يجي رطب، عكس الجينواز اللي كتكون ما فيهاش كتجي شويه ناشفه. فكنضرب غير شويه وغادي نحيد الضراب. صافي، وغادي نبدا في الاضافه ديال المكونات الجافه. دائما نضيفوا الدقيق على مراحل، ما نضيفوش في دقه. بالنسبه للدقيق انا ديجا مغربلاه، ولكن غادي نعاود نغربلو هكا مباشره فوق من البيض. هكا كندخلو اكبر كميه ديال الهواء. فهنا غادي نضيفو على جوج ديال المرات، وغادي نضيف كذلك الخميره ديال الحلوه معلقه صغيره ومعلقه كبيره ديال النشا. غادي نحرك بسباتولا، اذا بغيتو تحركوا بالخلاط اليدوي يمكن لكم. المهم هنا كنخلطو غير بشويه حتى غادي نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون شويه ثقيل. غادي تلاحظوا انه يعني ثقيل، ولكن من بعد فاش غادي نضيفوا له البياض ديال البيض راه غادي يخفف. هذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا. غادي نزيد عليه واحد شويه ديال البياض ديال البيض كما كتشوفوا، وغادي نحرك مزيان حتى غادي تطلق ليا الخليط شويه يعني بطريقه عاديه، يعني كنخلط مزيان. ومن بعد ما غادي نسجم ليه هاد البياض ديال البيض مع هاد الخليط، غادي نفرغه فوق من الكميه اللي بقات ديال البياض ديال البيض بهذا الشكل اللي كتشوفوا. فهاد المرحلة غادي نبقاو كنخلطو بحذر من الأسفل إلى أعلى باش نبقاو محافظين على الهواء وتجينا أو يجينا البسكوي خفيف. فكنبقاو دائما بحركة دائرية بهذا الشكل هذا حتى غادي ينسجم تماما وما يبقاوش دوك الحبيبات ديال البيض ديال البيض، وصافي كيكون الخليط جاهز. هنا كناخذ واحد اللاطه كنديرلها الورق ديال الطهي، كندهنها بالزبده باش يلصق الورق، وكذلك الورق كندهنو باش هكا ملي كنحيدو من الجنواز ما كتقطعش وما كتهرسش. بالنسبه للقطر دائما عفوا بالنسبه للقياس غادي نخلي لكم دائما في صندوق الوصف. كنفرغ الخليط ديالي ونحاول انني نسرحو جيدا ونقادو، وغادي نضرب اللاطه عده مرات مع سطح العمل باش يتفرقعوا دوك الفقاعات ديال الهواء وباش يتقاد الوجه. غادي ندخل البسكويت ديالي للفران يطيب، نكون شعلت له من قبل يسخن
مدة ديال 5 دقائق اذا كان الفرن ديال الغاز، واذا كان الفرن ديال الكهرباء غادي تشعلوا له 10 دقائق على حرارة 180 درجة. اذا كانت عندكم المروحه فاستعملوا 160 درجه فقط. بالنسبه للوقت ديال الطياب ما تفوتوش ما بين 8 حتى 10 ديال الدقائق، انا بالضبط 9 ديال الدقائق اللي خدات ليا الفرن ديالي، ودائما نراقبوا الفرن يعني كيبقى فرق ما بين الافران. بالنسبه للفرن ديال الغاز كذلك هو غير كيتعطل شويه، فما بين 10 حتى 13 دقيقه ما تفوتوهاش. اذا شفت لكم او نشف لكم بسكويت في الفران غادي تهرس ملي تجيو تلويوه، وكذلك غادي يجي ناشف في الماكله، فردوا البال دائما الوقت ديال الطياب. صافي البسكويت ديالي هو طايب كما كتشوفوا هنا. هاد البسكويت هذا ما يحتاجش انني نلويه، هو سخون فكنخليه حتى كيدفى عاد كان يعني كنحيدو كنلويه. كما كتشوفوا هنايا غادي نحيدو من اللاطه اللي طيبتو فيها، وغادي نقلبو فوق منشي منديل ولا الورق ديال الطهي اذا بغيتو تستعملوا الورق، وغادي ندهنو هنا بالمربى. تقدروا ديروا الشوكولا الخاصه بالدهن، فانا غادي نغطس الحلوه ديالي في الشوكولات، ففضلت انني نستعملها كالمربى في الوسط. هنا درت المربى او الكونفيتير ديال المشماش، صفيتو لحقاش فيه دوك القطع، وغادي ندهنو مزيان هكا بواحد الكميه مهمه باش يجينا رطب وما يجيش ناشف. هنا بالمساعده ديال داك المنديل طبعا غادي نلوي الروله ديالي، وغادي نقادو مزيان بهذا الشكل. من الاحسن ندخلوه للثلاجه حتى يبرد تماما عاد نقطعوه. انا كنت مزروبه ما كانش عندي الوقت، فمباشره لويته وقطعته بهذا الشكل هذا. من الاحسن نستعملو موس يكون ديال المنشار، كنقطعوه هكا على شكل قطع. وهنا كما كتشوفوا ذات القطع هكا في شبكه ومن الاسفل تبصير. وهنا خديت شويه ديال الشوكولاته مذوب ودرت عليه الكاوكاو محمر ومهرمش بهذا الشكل اللي كتشوفوا، يعني كيعطي واحد المنظر زوين للحلوه. تقدروا طبعا ديروا الشوكولاته بوحدو. وغادي ناخذ ملعقه ونبدا يعني نصب هكا كميه من هذا الشوكولاته بالكاوكاو فوق من كل حبه بهذا الشكل اللي كتشوفوا. ومن بعد غادي نحاول انني نغلف الجناب مزيان، ويعني نتحيد او نتخلص من داك الزائد ديال الشوكولاط اللي كيكون فوق من الحبه، وصافي غادي نخليها تتقطر شويه من الشوكولاط، وغادي نحيدها على جنب فوق من الورق ديال الطهي حتى غادي ينشف تماما. تقدروا تدخلوهم الثلاجه باش يبردوا بسرعه وباش يبرد الشوكولاط بسرعه. المهم انا غادي نخليهم هكا غير فوق من السطح العمل حتى غادي ينشفوا. اخر حاجه خديت هاد الكويغطات هادو ديال الكاب كيك او المادلين، شكلتهم بهذه الطريقه وغادي نوضع فيهم الحلوه. هكا كيكون اسهل انكم تقدموها للوليدات ديالكم يديوها معاهم للمدرسه. صافي اخر حاجه درتها انني درت خطوط ديال الشوكولا البيضاء من الفوق، كتزين وكتكون جاهزه للتقديم. نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. النتيجه النهائيه ديال الحلوه ديالنا هي هذه، كما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين، كتجي رطبه ومقطنه، اكيد غادي تعجب الوليدات ديالكم وكذلك نتوما علاش لا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم. ما تنساوش كما العاده ديروا جيم وشاركوا في القناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم ارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.